خلاص تعبت من الكلام. يعني احنا نعرف ان النهارده في 8 في السجن من هؤلاء المطربين دخلوا السجن وخدوا احكام. اين المصنفات؟ اين النقابة؟ من يسمح لهؤلاء ان يظهروا امام الناس عشان يسمعوا 24 مليون عشوائي؟ لازم نحط ايدينا على الجرح. مظبوط، 24 مليون عشوائي بينتج لهم افلام وبتعمل لهم اغاني، وبعدين اصبحنا لا نستمع ولا نرقى بذوق ولكن نتعاطى اغاني. طالعين دول يقولوا ايه؟ طب فين المصنفات؟ طب انت هتقول ده غنوا في غفلة، طب اقبض عليه. ما دام غنى في غفلة اقبض عليه، وعندك الحق انك تجيبه وتحاربه. الى متى؟ يا نقابة، انا بكلم النقابة. الحكاية اعانته معاشات، الحكاية ارتقاء بالذوق. امبارح كنت انا في حفل الاوبرا، شوف الجماهير شكلها ايه، والمطرب خلص وقالوا له لا عايزين تاني. تاني ايه؟ مستوى فن. انا كنت موجود امبارح في الحفلة وبكيت، دموعي نزلت، ان الشعب عندنا الحقيقي بنظلمه، اللي هو بيرقى بالذوق وبيبحث عن الذوق. احنا عندنا جيل اطفال طالع، عارف يعني جيل اطفال طالع لما اقول لك العب العب العب، والتاني يا معلمة مش عارف ايه، والتالت يا بانجو، والتالت ينعل ابو مش ايه. ايه اين الدولة؟ انا بتكلم انا وحزبوني، اين الدولة من هؤلاء؟ كيف نسمح لهؤلاء ان هم يطلعوا لوسوا مجتمعنا، يخلونا نتعاطى اغاني؟ هات موقع مهرجانات توك توك، انا بقول الكلام ده للناس عشان نبكي دم من اللي عليها من اغاني. والمواقع دي اصبحت تشكل جريمه كبرى، ماليش دعوه باللي بيشتموا، ولكن هناك في ناس تقتل اشخاص ارهاب، وناس تقتل الذوق العام ارهاب. دول زي ما كانوا متسلطين علينا. يعني واحد طالع بيتكلم، هات الموقع، تلاقي مش قادر يقول كلمه على بعض، وانا اصلا مش عارف نجوعه الى متى. وبعدين طلع الموقع قال لك حنبكر بيحارب، حنبكر بيهاجم. يعني ايه بيهاجم؟ انت لما تتكلم عن الفضيله والذوق والارتقيط والرياده تبقى بتهاجم. اللي يزعل النقابه ثم المصنفات ثم الداخليه. انا بقول الكلام ده وبسبب قبل كده، وطلعت في التلفزيون واتكلمت عن الست اللي بتاعت صباط الموز وخدت 6 أشهر سجن وتنفذوا. الست غانم راحت الجامعه من غير اندر وير ولابسه، سابوا الحفله في التكريم واتفرجوا عليها. تشويه ازاي ده يتم؟ دخلت من باب الجامعه ازاي؟ دين يعني التشويه؟ كلنا خلاص ما بقناش عارفين يعني ايه تشويه الذوق العام او تدمير الذوق العام، خلاص ما بقناش عارفين دي. الله ازاي؟ وبعدين يطلع يقول لك اصل حلمي بكري احنا مغنيين، تغنوا لمين؟ تغنوا لمين؟ ده ثلاث ارباعك وانا رد خش البيت مش هنحنوا. يا فندم الناس دي نتاج الافراح بالاحياء الشعبيه. انت زمان لما كنت بتعدي على فرح شعبي مجرد نظر واقف يحس ان في عسكري جاي، كله كلام. مش عايز اقول ايه اللي بيحصل ولا بيهم هنا ولا بيهم هنا. اذا المشكله فين؟ في المتلقي. مش عايز اقول كل المتلقين، بعض المتلقين ثقافتهم العامة وليست الخاصة لا ترقى إلا إنهم يألفوا أغاني بتغنى لهم، ومن يوم ما طلعت سيح له وادهن له واعمل له. لا يا فندم، في الأحياء بيبقى أي مطرب قد السلطة للداخلية، أي واحد يطلع يقول ألفاظ متدنية أو ألفاظ متدنية أو رقاصة أكثر من عارف، لازم يتلموا.